كرافت. في إطار مكافحة الإجرام بشتى إشكاله، خاصة المتعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، قامت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بعمليتين نوعيتين. الأولى قامت بها فرقة مكافحة المخدرات، أسفرت عن تفكيك شبكة وطنية متكونة من شخصين رجل وامرأة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها تم استرجاع فيها كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 25 كيلوغرام زائد مبلغ مالي 300 مليون سنتيم 1045 أورو 100 درهم مغربية، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية مقدر ب 15000 دينار جزائري. القضية الثانية قامت بها فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، أسفرت فيها عن توقيف شبكة دولية متكونة من 4 أشخاص تم فيها حجز كمية جد معتبرة من الأقراص المهوشة قدرت ب 2916 قرص مهلوس من نوع إكستازي. تم إنجاز إجراءات قضائية ليتم إحالة المشتبه فيهم إلى العدالة فيها.